هلا والله، شخباركم؟ هنشوف، ننتظر. مساء الخير على الجميع، شخباركم؟ يلا الحين راح تكون معنا ضيفة جدا مميزة اليوم، بيكون موضوعنا عن الموضة والرياضة. الرياضة خلي حط بس ننتظرها. عليكم السلام، يا هلا. الموضة لا 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 وين الموضوع؟ أيوة بس ننتظر ضيفتنا اليوم. وينها؟ فرح فرح، مساء الخير، يا هلا والله، أهلين. دقيقة بس، ضيفتنا ثواني بتصل لها. هلا والله، أهلين. وين هال فرح فرح؟ بتصلها برجع لكم ثواني. أوكي، هلا راح تنورنا. هلا هلا، مساء الخير. هلا والله، شخبارك؟ حبيبتي الحمد لله بخير، انت كيفك؟ والله بخير، شو هيدا الجمال. تنكي حبيبتي، انت الحلوة، شو الاخبار؟ والله بخير الحمد لله. هنعرف متابعينا طبعا، انت معروفة ما شاء الله يعني، يعطيك العافية. كان عن الميك اب صح؟ صح، عملنا لايف ميك اب على تيك توك. شفت، حضرت منه شوي. والله لا ما شاء الله مبدعه انت. حبيبتي ثانك يو. طب بس هنقول لهم، معانا معروفه ما شاء الله لها فرح حسان، مصممه ازياء. احنا نسميش مصممه ازياء ولا موديل ولا ميك اب ارتست ولا شو حابه ناديت؟ ليكي انا درست هندسه ديكور ودرست تصميم ازياء، فكل شيء خاصه بعلم الارت، الفن، الرسم، انا بهوى يعني بحب كل شيء خاصه بالرسم، فالميك اب هو بارت من الفن كمان. فيا هيك اول ان اول، وريسنتلي صرت على يعني فيك تقولي مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا انفلونسر، بحكم صرت انه متقربه اكثر من الفولورز والبلاتفورم اللي عندي. صحيح، شو رايك في الميك اب تبعي؟ ترى اختي مسويت لي. انا مع المكياج اي لاف ات، حبيت لون الحمرة كثير لابق مع السكن تبعك. ثانك يو ثانك يو حبيبتي، ثانك يو. انا بحب بعدين هقول لك صدق كثير بيضة. شفت الفرق؟ بس انت ما شاء الله حلوه، لابقه لك كثير ما شاء الله. ان شاء الله بعدين فرح راح اقول لك ايش سالفه هاي الشنطه الحبال وسالفه الدبدوب هاي، هاي لها قصه ترى بكبرها. انت عرفت يعني لمحت عليها. طب قولي لنا ايش برجك فرح؟ انا العقرب. وانت؟ اوكي، انا الجدي. انا يعني والله عندي واحده من رفيجاتي وايد وايد اعزها من العقرب. كثير غامضين انتوا، كثير غامضين. It depends. يعني أنا بحس بالأبراج يعني ما كثير، بس بحس إنه تختلف يمكن حسب أنت خلقاني، صح؟ يعني أنا بيقولوا إنه برج العقرب كثير بتكون قوية وهايبر وهيك، مثلا أنا كثير رايقة، قريبة يمكن لبرج الميزان. أنا 26 أكتوبر. 26، أنت في شهر أكتوبر صح؟ لأن اللي في شهر 11، أوكي. بس ما بفهم والله الايام، انا بشكل عام انا بعرف برج العقرب هيك، برج هذا هيك. قولي لي قولي لي. بس حبوبين حبوبين يهتمون، يعني انا صاحبتي الكلوز معاي قلت لها تحيه من هنا، تحب المكياج وايد، تحب الفن ترى صح، ارت وغامضين. في ناس يقول الحين في ناس تصدق الابراج، مش انه نصدق بس انه يعني لمحات صح.
طب انت انزين. هو عم بيقول او هي عم بتقول وجميلات انه وصلنا 2020 والحين في ناس تصدق الابراج. طب نحن وصلنا على 2020 وبدل ما نطلع على الفضاء عم نتعلم كيف نغسل ايدينا. هذا الابراج ارحم. او ماي جاد والله. بس انتم بشكل عام جميلات. حبيبتي انت تسلمي لي. وشو هواياتك يعني؟ الرسم اكيد، القراءه، المطالعه، بحب كثير اقرا اشياء نوليدجبل يعني كثير فيها قصص اذا بدك ديب مثل علم الطاقه، الفانك شوي ستادي اللي هي الدراسه السينيه كيف مثلا توزعي الطاقه الايجابيه ببيتك حسب الديكور حسب الالوان، مثلا علم الالوان. بحب هيدي القصص يلي بحسها بتضيف على حياه كل شخص بشكل يومي عجيب الفانك شوي والله. وبتخلي انت تصدقي لما صرت اشوف فيديوهات عنا قلت لازم البيت بكبره يتغير، وفي طبعا اشياء قديمه الناس كريم. بيسووها يعني. وشوفي اهم حاجه احنا كان عندنا المنظره، يعني تعرفين الغرفه كانت منظرتي كبيره شليتها بسبب الموضوع الطاقه ما طاقه. منظرة هي المراية صح؟ ايوه المرايه المرور يا سوري. طيب ايه خلينا نروح. بختلف ايه بس والله كمان بحب الرياضة يا ياسمين يعني، بس يعني مجالك اكيد انت اوسع، انت يور ان بقلب القصص كلها حبيبتي الرياضية. والله حبيبتي. موضوع الرياضة هاي إن شاء الله بخلت شهر بعدين بشوف كيف نفتش مع الرياضة. طب فرح بخصوص، أنا حسيت نفسي كأني مذيعة والله. المهم جهزت أسئلة كثير على فكرة. حلو حلو. خلينا نتكلم على سالفة موضوع التصميم. كيف دخلتي وانت احنا نشوف دائما المصممين بشكل عام، يعني انت ما شاء الله ما شاء الله يخزي العين على اولادكم صغيره في العمر وهيك، يعني احنا نشوف دائما مصممين كبار في العمر واكثرتهم رجال. كيف انت دخلتي هالمجال؟ هلا بريفلي باختصار، لما كنت صغيرة أنا ياسمين بحب الرسم، بحب أرسم وصمم، فللباربي ألعب بالباربي يعني شغلي لإلي. أوصل من المدرسة قبل ما أدرس أرسم، فأهلي شافوا هيدا الشيء فيي ونموه بس ما خلوني ركز عليه تركيز نهائي، يعني قالوا لي لا درسك وبتفيكي ترسمي. فصرت أرسم طبيعي. وصمم هيك دايما إلا لماما أنا بس أكبر رح صير مصممة أزياء، ما في شيء يصير أي شيء تاني. فبس وهيدا صرت على كان أي الجامعة عمر؟ أهلي في المدرسة يعني. بلشت صغيرة 7 سنين 8 سنين، عندي أنا رسماتي لما كنت صغيرة. أنا هلأ ياسمين بنصدم كيف كنت أرسم بهذا الشكل، يعني بالفطرة عندي إياه. إيه ما درستها، وصلت على الجامعة قال لي بابا بدك تفوتي هندسة ديكور ومن بعدها بتدرسي تصميم ازياء، وهذا اللي صار. باخر سنه من التخرج كان عرس اختي، فالقصه كيف بلشت؟ عرس اختي الصغيره قلت لهم اوكي انا ما بدي راس مال، ما تمولوني، ما عندي بزنس ستادي، انتوا على جميع الاحوال رح تشتروا فساتين، فانا رح صمم لكم وخيط لكم لكل العائله. فهيك صارت. ما شاء الله. انا بعد العرس وهم بكم واثقين في تصميمك صح؟ اخذت ستادي. ايه واثقين، حلو. صممت لهم وعملنا يعني اذا بدك ضجه بالعرس. قالوا نحن العالم صارت اجت على العرس قالوا هيدا مش عرس، هيدا فاشن شو قد ما كان فاشن شو الفطير. يا ما شاء الله. بس ما شاء الله انا فهذا اليوم التصميم بقيت ايه ايه. كملي كملي. اخذت لبساتين منهم لانه انا ما عندي راس مال، ما عندي كولكشن، اخذتها عند الخياط ضيقتها وطلعت على التلفزيون وعرضتها كمجموعة أولى لإلي، يعني أنا بلشت from scratch، يعني أنا مجموعتي الأولى كانت بحجة إني بدي أعمل للعائلة، فأخذت لهم ايوه بساتينهم وعملت كولكشن. هاي ما شاء كانت الله عليك. الانطلاقة. بس كان جهد عليك احس، يعني ما تخلي كذا شخص وتصميم يعني فستان، مش يعني قميص، فستان بالذات فستان عرس اختك صح؟ الفستان العروس هاي اصعب اشي صح؟ هو لا وقتها انا ما كنت اعمل فساتين عرس، تو بي اونست انا عملت فساتين السهره للعائله من ضمنهم فستان لإلي ولاخواتي ولماما. صحيح. طب انتي ما شاء الله يعني في يوم زواجك يوم عرسك ما صممتش فستانك؟ انا الله. وشفته ما شاء مش الله بس بسيط. يعني ها فستاني فستان العيلة. اهل العريس اهل الله يخليهم العروس لك ما الصغار شاء الله كل العائله كلها ما كان شاء الله. ضل بقينا عم نشتغل سنة بس لعرسي one هذا year. جهد
كيف قدرتي تحملي الناس؟ حسة جهد العروس في هالفترة هذه تركز على نفسها، فأنت كيف عملتي هالأشياء؟ عن جد كان تحدي كتير كبير، وكمان التحدي الأكبر، أنت بتعرفي ياسمين البنت بتحب تتميز عن التاني، وكنت بدي ألبس الكل نفس الألوان اللي هو البينك الباستيل مثل اللون هيدا، كان عرسي كله هيك، فصرت كيف بدي أميز وحدة عن التاني، هاي كانت تشالنج. وعن جد بالفعل كانت كل صبية عم بتفوت على العرس فستانها أجمل من التاني. ما كان شاء الله فاشن ما شو شاء الله بالعرس كمان، إذا بتعرفي ياسمين أنا عملت فاشن شو بعرسي. ما شاء الله. انا بس انا شفت لقطات من عرسك وبروفايلك، مش الفستان جدا سمبل. طيب ايش اللي حبيت في ستاش في التصاميم؟ تحبين السمبل، البساطة، حتى الالوان يعني كلاسيك، هذا صح ذوقك يعني كثير بشكل عام صح؟ بحب البساطة والكلاسيك، وبعرف ان الكلاسيك ما بيموت. صح، هيك الجولف، والله الجولف ترى كله كلاسيك، جايتك انا في هالاشياء. عنجد جاي صح، جد والله الجولف كلاسيك في اللعب، في اللبس، في كل شيء، حتى في المعدات. طيب بقول لك، بما انك انت ما شاء الله يعني حققت الاشياء، في تحديات واجهتيها في حياتك من خلال التصاميم وهالامور؟ بتعرفي انا ما بقول تحديات، لانه انا كل شيء كنت انوي اعمله كنت اعمله، لانه كان في عندي اراده مش طبيعيه، وحط براسي الشغله انسيستنج، يعني صر عليها، اصرار، بدي اوصل بدي اوصل. اكيد كل شخص بيواجه تحديات، مثلا بس بلشت انا وين بدي خيط، من وين بدي بلش، من وين بدي اجيب قماش، هيدي القصص الصغيره، كيف بدي كون التيم تبعي. صحيح اخذت الوقت، بس اكيد كان وجود اهلي وخصوصي امي، يعني الوالده حدي، الله فهيدا الشيء يخليها لك، سهل. بس كنت دايما تحياتنا ياسمين يعني لأمك. كل شيء براسي، حبيبة حبيبتي، وانا بحييها اذا عم تحضرنا. حبيبتي طيب فيا زين، وقولي لي في أصعب فستان صممتي؟ في كان شيء ديزاين تصميم كان صعب عليك يعني، ولا تحسين تصاميم سهلة تعودتي ولا؟ لا، ولا مرة الحمد لله أبدا، يعني انتي ما شاء الله يعني عندك اكسبيرينس وعرفتي هيك، never. ما جات الزبونة هيك يعني حسيتي بصعوبة التعامل معاها في الفستان أو في الذوق؟ هلا بشكل عام، بشكل عام، ونحن بنعرف اي مجال فيه تعاطي مع كاستمر سيرفيس بيكون مجال صعب، وخصوصا لما تكون الكاستمر حريم نساء، لانه المرأة كتير بتحب حالها بالفين وبتحب تكون اجمل بالعالم، فبتجي لعندي بفكروني انا ماجيشن، يعني الساحرة، يعني بدك الماجيك. تعمليني اجمل وحده بالكون، فانا ايوه ماجيك. فانا شغلتي هون امنعها شو بيلبق لجسمها، هون التحدي، انه مدام لا هيدا الفستان انت حبيتي جايبتي لي صوته، بس ما رح يلبق لجسمك، فانا بشوف الجسم، بشوف لون البشره، بشوف كل شيء. صحيح يعني ايه كاستمرز بشكل عام بحبهم، بوجه لهم تحيه اذا عم بيحتاجونا، بس التحدي بيكون كيف اقنعها شو بيلبق لها، بس هي هي. زين فرح، كلمينا عن اللاين تبعت فرح حسان، شنو اكثر شيء مركزينه يعني على الفساتين؟ انا شفت في مثلا ملابس السوتس، ايش اكثر شيء مركزين فيها يعني في اللاين تبعت؟ ليك اللاين اوت كوتور، فساتين سهرة وأعراس، بس لأني أنا حدا كتير بحب البساطة، وأنا يعني بزنس وومن، فبدي كل يوم ألبس شيء، ما حألبس فستان سهرة، قررت إني أفتح لاين كمان ريدي تو وير، يعني تياب خارج كل يوم، بس بنفس الوقت تياب تقيلة، مش إنه تياب بنلاقيها بالسوق، فصار منوع عندي اللاين. بس اللاين بشكل عام هو البساطة، سمبليسيتي ومينيماليزم، مينيماليزم علم التجرد، يعني بجرد القطعة من حالها، يعني كأنها طايرة المرة اللي بدها تلبس من عند الكاستمر. يعني بحب كيف بدي اقول لك ياسمين، تو امبلمنت هير بيرسوناليتي، يعني شخصية المرة بالنسبة لإلي أهم من هي شو لابسة، اللي لبسته إضافة صحيح لشخصيتها، بس ما بحب إنه تو خلص تو كفر هير بيرسوناليتي باللمعة والشك والألوان، هي هي. صحيح. طب شنو أكثر لون تحبينه فرح؟ ليك بشكل عام الالوان الرايقه، البسيط، الباستيل، يعني الالوان البارده الهادية، والالوان أيوة التراثيه، بس اكثر لون بحبه هو الابيض، وايت. صح، لاحظت والله، لاحظت عليك. انا شو تحس ان اكثر لون احبه؟ شنو لاحظتي؟ احمر صح، بعشق الاحمر والله، سيارتي من جوا حمراء.
لازم يكون اي شيء بيتاتش عندي لون احمر، لا شعوريا يعني صرت احب هاللون وبحب الابيض يعني. بس بدي اقول هاي لاختي عهد حسان، هي كمان بقطر، هي معنا هلا باللايف، هاي هي هاي مذيعة عهد. على كانت على تلفزيون الكأس. عندنا اوكي، هي عايشة بقطر عندنا. هاي ايه عمر صار لها زمان. يا الله ما شاء مين؟ الله ما شاء الله. انا عهد رحت على عرفتها، قطر ما شاء الله مرتين. عليها، ما شاء الله عليها، معروفة عهد، والتقيت مين؟ هي فيها اختي وهيك. والله حبيبتي. يا اخي الدنيا صغيرة والله. ما شاء الله عليكم، بس انتم ما شاء الله جميلات جميلات، ما شاء الله عليكم. وعلى ثانك يو فكرة حبيبتي. كتير بحب لبنان وكتير بحب الحكي اللبناني، وبحاول اتكلم لبناني. اهي هلا عهد. هيك جرب احكي لبناني، ها يلا بحكي جرب بحكي احكي كتير، لبناني. يلا بحكي. هلا قولي لي فرح. فرح راح اتكلم لبناني هلا، بس قطعي لي مرقي لي اياها. طيب شنو هلا الموضة اوكي. الدارجة هالسنة، هلا في وضع الكورونا، هلا شنو الموضة الدارجة غير هلا الكاجوال؟ اللي كان دارج هلا اخر فترة الجلد كتير، ايوه قبل هلا دارج اللينن، يعني الثياب اللي كتير هيك الخفيفة، اللينن الفلافي، القماش اللي كتير خفيف، اذا بدك الفساتين الطويلة، الساتان، يعني كل شيء فلافي ما فيه تقل، هيدا الدارج هلا. الخفيفة والالوان يعني. دارج كثير، الاصفر، ايه دارج الاصفر، دارج الاورانج، هي الاصفر والاورانج اكثر شيء هلا، والأحمر لا. يعني هو الاحمر حلو. انا شخصيا بديك اقول لك شيء، ما تزعلي، ما بحب قولي اللون الاحمر ابدا. طب ليش حاطة رج أحمر؟ هتقول لا هيدا مش ليش احمر، حاطة رج أحمر؟ ها مش احمر، هيدا والله زهر شايفتها غامق. أحمر. ليك بتحب أيلو الاحمر كيف؟ مثلا الاحمر او الفايولت الغامق، البيربل او الاسود، اي لون غامق بحبه. لا الاسود خليه على جنب. مثلا الاحمر كيف بحبه بالقطعه، مثل ما انت لابسه، يعني لابسه بلوزه بيضه فيها شويه احمر، بس ما بحب هيك. ال ايه اكزاكتلي exactly. بس ما بحب يكون الاحمر هو اللي طاغي، اي دونت فهمت لايك، يعني صح. بحس انه خلص اللون طغى على شخصيه المراه. هي اللي انا بقول لك اياه، اللون والقصه لازم يكون بسيطين، والالوان تكون رايقه عشان شخصيه المراه هي يلي تغلب على الثياب، مش الثياب هي اللي بتصنع. هيدا هدفي صحيح. بالتصميم. لا لا كتير حلو، بس سبحان الله انت شفت هلا الموضه بيحطوا فيه الوان الفلاش والامور هذه. نيون كلر. اكزاكتلي فكرتي في تصاميم تسوين ستايلات على كاجوال على سبورت في مره، ولا كلها كلاسيك لا سهرات مش مدرج كلاسيك هلاي يعني؟ بالاجمال، صح دائما كلاسيك. السبور بخليه لاهل السبور، مثل ما بيقولوا احنا عندنا بلبنان، اعطيه خبزك للخباز لو اكل نصه، مش شغلتي وانا ما بحبه. يعني انت عم ولا تحكيني عن بتلبسي؟ السبور لانه انت عالم السبور، انا كثير كلاسيك، يعني اذا البيجاما كلاسيك ما عندي مشكله. تدعي على هالكلام؟ تعرفيش انه اكثر رياضه تصلح لك؟ شو لانك جولف؟ كلاسيك وهاديه وهيك؟ والله الجولف. هذه هي شخصيه الجولف. عبالي عالم كتير جولف، كتير بحب، بحسها كلاس، يعني بحسها ما بعرف، فيري بتشبه كلاسي شخصية يعني، انت حتى لو عالية. شفتي الافلام القديمه هلا حتى شوفي كيف لبسهم، فيري كلاسي. حتى البراندات لو تشوفين براندات نفس براندات مثلا ديور والبي وهالسوالف، عن بعد عندنا براندات جولف نفس المستوى، تخيلي. والبراندات واو الجولف ترى مش رخيصة، فيري كلاسي فيري هاي. واو طيب سمعنا انت مرة صممتي حق المطربة رحمة رياض، صممتي بعد مش حق مشاهير ثانيين بعد غيرها ولا؟ مظبوط. تعاملت مع رحمة، نوجه لها تحية. تعاملت مع كتير سيلبريتيز، تعاملت مع إعلاميين كتير، دومينيك حوراني، ربعة الزيات، في عنا المذيعة إعلامية ساشا رحدوح، تعاملت مع كتير عالم public figures على السوشيال ميديا، وكلهم عملوا لي إضافة. وصراحة رحمة كتير بعزة، ليه؟ لأنه كنت ببداياتي رجلات وأعطتني تحية كثير البوش. أعرفها حبوبة. صحيح، إيه رحوم بس ما حبيبتي، تحسين أعطتني بعد البوش. توجهين؟ إيه تفضلي.
لا بس عم بقول انه اعطتني بوش يعني دافع لقدام، لانه كنت انا ببداياتي وهي شخص معروف، فاعطتني هيدي الفرصه بفيديو كليبها، وصرت يعني بالتعامل مع السليبرتيز والمشاهير وهيك انعرف اسمي اكثر واكثر. ما شاء الله عليك. بس ما تحسين في صعوبات مع التعامل مع السليبرتيز وهذيلا؟ تحسين في صعوبة ريسك حزات؟ لا لا كثير سهل لما شوفي، بتفرق من سيلبرتي من شخص لشخص، ما هن سيلبرتيز هيوم انسان بالنهايه، فبتفرق من طبع شخص صحيح. للشخص الثاني. في عندك ناس طبعهم سلس وسهل وبيثقوا فيكي، في منهم لا بدقق وبحبوا هن تو كنترول القطعه من اولها لاخرها، فا ات ديبيندز. بس بشكل عام بكل اللي تعاملت معهم كانوا فلكسبل الحمد لله. كثير فرح شفتك تذكرين اسم والدتك. والدتي والدتي، كلمينا عن والدتك، كيف عن حياتها معك وكيف ساعدتك؟ ماما هي الباك بون لإلي، يعني كيف بدي اقول لك، يعني من لما بلشت اصلا قبل ما بلش بتصميم الازياء هي حدا كثير سبورتيف لإلي، ومعلقين ببعض لانه نشبه بعض، يعني كل شيء انا بحبه هي بتحبه، فمثل توأم روحي. ما لما شاء فت الله. بعالم الازياء هي اللي عملت لي البوش، لانه هي كل حياتها الوالده الله يخلي لي اياها هي عبالها الله كانت تصير يخليها لك. مصممه ازياء، ظروف خلفتنا الي ولاخواتي وكبرتنا ما حققت هيدا الله. الهدف، فحبت انه انا كفي عنها. وبورا الكواليس انا بداياتي اول سنتين من شغلي ما كان عندي تيم، ما عندي شيء، هي ماما تلبس العرضات، هي تكون معي بكل ما الحفلات شاء بكل الله. الايفنت، هي تكون موجوده. جيت على الام بي سي على صباح الخير يا عرب قبل ما اتزوج، قبل ما انقل على الامارات، ماشي قطعت لي تيكت هي وجينا انا وياها، وهي كانت ورا الكواليس يعني from A to Z، يعني حبيبة قلبي الله الحمد يخليها لله. لك يا رب. تحيات لها، ان شاء الله التقي فيها في مره في يوم من الايام ان شاء الله. لان انا دوم احس بالامهات، يعني انا حتى احس بوالدتي كثير، يعني وقفت معانا وشجعتنا، يعني احس حتى الله لو كلمه يخليكي. بسيطه يعني ما راح توفي لهم اللي هم قاعد يسوونه. شوفي انا بحس كل مرة، كل مرة عربية، مرأة عربية ناجحة كان في وراها بيت هيلثي صحي عطاها البوش، وكان في وراها ام داعمة وعن جد عملت شي بيليف. هلا البي كمان له دور كثير كبير طبعا، بس الام سبحان الله اذا الأم هي ما غير. وثقت بالبنت وعطتها الثقه وكانت اذا بدك الرول موديل لبنتها، ما رح توصل البنت. الله يخليها لك يا رب، يحفظ كل أمهاتنا يا رب. زين فرح، امين امين. إذا في بنات مثلا تنصحينهم إذا حابين يبتدون في مجال التصميم، كيف يعني شو الخطوات اللي عليهم يسوونها؟ إيش تنصحينهم؟ First of all أول شيء بده يكون في عنده الموهبة حقيقية، وإذا عنده موهبة صغيرة ينموها بالعلم بالدراسة، إذا بدها بوش مثلا، بدها شوية إذا بدك شوية تمرين زيادة يكون تتعلمه أحسن إذا ما عندها الفكرة الأساسية، لأنه عالم الأزياء منه شيء سهل، هو من أصعب الجوبس والكاريرز، لأنه الشخص بده يبني حاله بحاله، بده يلاقي حاله بكومبيتيشن كتير كبيرة، وبده يثبت حاله بطريقة أو بأخرى حسب العصر اللي هو عايش فيه. نحن هلا عصر السوشيال ميديا، أنا 70% من شغلي على السوشيال ميديا والباقي بيكون بالوركشوب، فأنا تركيزي ماركتينج. فأي حدا هلا نحن بعصر السوشيال ميديا بده يبلش بتصميم الأزياء أكيد يكون موهبة حقيقية، بيعرف يرسم، يكون في عنده أبديت على كل شيء خاصه نوليدج بالقماش، يعرف كيف بده يستخدم القماش والالوان ويحط شخصيته، وقبل كل هيدا تو بيليف ان هيم سيلف، يوثق بحاله. بما انه نحن عصر سوشيال ميديا، قبل ما بتبلش باي بزنس تكون اكيد انه انت عم تشتغل على السوشيال ميديا صح لتقدر توصل، لانه هلا نحن قد لو حطينا الفستان كله الماز من فوق لتحت وما نعمل له تسويق مزبوط ما رح توصل. صحيح. بما على طار التسويق فرح، ما شاء الله يعني مصممة وموديل، يعني انتي ما شاء الله يعني جميلة جميلة، فكيف ثانك تشوفين يو. نفسك كموديل يعني لما تعرضين؟ أحس يعني قولي لي. ليكي انا ماني ما بعد حالي، انا ما بصنف حالي موديل، لاني بس لما بدي اعمل كولكشن او شيء بجيب مودلز، مثل ما برجع بقول لك بحب اشتغل بروفيشنال لانه هاي مش شغلتي، في مودلز شغلتهم يعرضوا، بس كتير لما انا البس من اي فستان من الكولكشن وقتها انا البسه دايما هو بيكون بيست سيلر دايما باي كولكشن، لانه بحبوا ماي كاستمرز الشيء اللي شخص انا بختار صح؟ عليه ايه، صحيح. فبيشتروا الفستان اللي انا فبنشأه حطيته. يس. صحيح.
شو سبحان الله، ترى الموديل تأثر على القطعة يعني، أو الإنفلونسر يأثرون على طبعا الأشياء اللي يلبسونها، شفتي كيف؟ طبعا على طار اللي طبعا. حبيت على راسك، صارش ما شاء الله تشوفك يعني، صارلك مجال في هالمواضيع صح بعد ولا؟ احنا نسميه أكيد التاج. ليك، هو التاج على الراس او الهيد باند او الهيد بيس كثير دارجين، بس انا مش لانهم دارجين بلبسهم، معروف عني ياسمين انه انا اذا بتلاحظي ماني لابسه اكسسوار، ماني لابسه شيء، انا حدا نفسي كثير بسيط حتى بالاكسسوار، فلما بدي اروح على شيء يكمل اللوك تبعي بحب الهيد بيس، بتجرأ فيها ما عندي مشكله. حلوة أصلا الموضة هلأ، حتى من أتذكر من سبتمبر العام كنا في لندن، ايه وكنا كل نشوف أغلب المحلات كلهم حاطين هالأشكال، رجعوا للموضة الأيام اللي قبل الكلاسيك، قديم العريض اللي مال. صح، وعلى فكرة ترى عندي اللون هو اللي الأحمر هيدي نسيت ما أجيبه بتحبه. والله، بس يعني ليكي ما انا كنا عندي نشوفها كثير، لاني حفرجيكي أيوة لاني بعد شوي طلع على تيك توك لايف، فمجهزت لهم كل الاشكال وكل الالوان. وشو أكثر شيء تحبينه؟ أكيد اللي على راسك. بقولوا بتعرفي كلاسيك ما بيموت كمان، فهيدا بحبه كمان. شفتي هاللولو فرح؟ ذكرتيني على أيام والدتي الله يحفظها، كانت تحب تسولنيها في البيت، تشتري حتى الخرزات اللي نفس الكأنه الكريستال مع الصمغ هذاك المسدس حطينا اياه عليه، كان كثير حلو اتذكره والله، ماما كنا صغار كانت ابتدائي تعمل، يعني. لا خليكي معي حفرجيكي شفتي؟ شغله على سيرة اللولو. أنا فستان خطبتي كان كله لولو، أوكي، بس كامل؟ ماما لما كامل هلا أفرجيك عليه، بس فستاني لما زاد اللولو اكسترا زيادة راحت هي عملت لي السكربينة، هفرجيك الشوز، سوري ايه عم بخض، هاي ما بعرف اذا رح تبين منيح. ايوه واو، كامل اللولو. ايه وهذا حفرجيكي على الفستان. الفستان اللي حسيته سادة أكثر. فستان جراج بيسموه، جراي مع بيج عملته. ما شاء الله كتير حلو يعني، من فوق هلأ هيك ومن تحت ما من شاء الله. تحت أنتي جميلة الله يوفقكم. حبيبتي هيك من تحت، شوف شوف اوكي، واضح اوكي ما شاء الله، يعني على تاتش الوالدة ها، من لمسات الماما اكزاكتلي. ماما عملت لي الشوز، انا عملت الفستان. الله يخليكم بعض. يا اخي الامهات والله اقول لك يحبوا يعملوا احلى اشي لبناتهم، شفتي؟ ايه واكثر راي والله صدقهم الامهات، واقرب مظبوط صديقة ويعني واحن واحدة الامهات صراحة يعني جد. مية مية صح. زين فرح مستعدة للرياضة؟ ايه مستعدة، لازم اربط تكلم شعري. هلأ. ما راح يتمرن. زين في البداية قولي لي في البداية، انت وش كيفك مع الرياضة بشكل عام؟ بشكل عام كيفك مع الرياضة؟ تعملي كم مرة في الأسبوع؟ يعني بتعملي كل يوم؟ لا يوم بعد يوم، يوم بعد يوم. يعني بس محافظة على نفسك، أنا أشوف ما شاء الله يور سليم يعني يور فيت يعني ما شاء الله. ما هو كرمال حافظ على نفسي، يعني وفي هاي هي شنو الفكرة. أكثر رياضة بتحب؟ صحيح، شنو أكثر رياضة تحب تمارسيها؟ ليك الرياضة الايروبكس يا برا بالها، الكارديو يعني أكثر شيء، الركض والجري هيك يعني قصدك. الإنترنت بطيء ولا أنا يتهيأ لي ولا فرح؟ تسمعيني؟ أحس الإرسال قاعد يوصل متأخر عندك، واضح الإرسال صار؟ اكزاكتلي انا قاعده اشوف بيقطع بيوقف عندي شاشتك.
واضح؟ طيب بخصوص الجولف، شفتوا هالشنطة؟ هاي كلها مضارب جولف، وحتى هيدي اللعبة، هيدا أطول ملعب مضرب وهذا جولف. أسكر يعني أسكر وأضيف اسم ثاني؟ أوكي واضح؟ I have to edit her again. النت فصل عندها يا جماعة. لحظة. الإنترنت ما عندها ضعيف. هلا منيحة الصورة. تسمعين شفت كلمة مرة ثانية شوي؟ بس الصوت فيديو ببطيء. أوكي؟ واضح. هلا منيح، كثير كثير منيح. بيرفكت. كثير منيح، واضح. اوكي. حلو. طيب شفتي هيدا؟ هيدا كل لاعب جولف بيكون عنده دمية. إذا بتعرفي تايجر وود وات ايفر هذيلا كلهم عندهم هذه المضارب اللي مع دمية. هلا سؤالي، كيف خلفيتك عن الجولف؟ شنو عندك معلومات عن الجولف تعرفينه؟ بديك الصراحة بعرف انه بيكون في جازون خضار حشيش اخضر حلو، والناس حلو. كتير تيابها نضاف ومرتبين وبس اللي بعرف. حبيت صح الجولف صح، لان احنا بنلعب بنلعب في اماكن مفتوحة خضراء واسعة. وشفتي شنطة الجولف؟ احنا مثلا عندنا مضارب مختلفة الاحجام. بسألت سؤال بعطيك خيارات، اوكي؟ اوكي. في شنطة الجولف حق اللاعب لما يلعب في البطولة قانونيا لازم كم يكون عدد، يكون عنده عدد محدد ما يزيد عن هالعدد؟ هل 10 14 18 مضرب؟ 14. برافو عليكي صح. اوه 14 مضرب، وصح مضبوط والله، برافو عليكي. طيب شفت المضارب الجولف؟ ليش عندنا 14 مضرب؟ ليش ما يكون عندنا مضربين برايك؟ ايه ليه؟ شو بتفرق؟ احنا عندنا مثلا الحفرة الواحدة اللي فيها ملعب الجولف 18 حفرة. الحفرة الواحدة اللي لها بداية ونهايتها علم طولها 600 متر، يعني أكبر من ملعب كرة القدم هالحفرة الواحدة. فعلى كل مسافة محتاجة ناخذ لي نوع من المضارب، لأن كل مضرب ما أخذ له مسافة. وأطول مضرب اللي هو كان على الدبدوب حول أطيرة 200 متر، أنت فاهمة؟ حسيت أنا له علاقة بالمسافة. إيه. أيوة بالمسافة، شاطرة. فعشان هيك حلو. طيب كنت عم اقول لك هلا عن العلم، انه كل شيء الواحد حلو ياخذ ساينس يعني تحسينه فيزيائي. حلو. واو عن جد صح، ساينس وفيزيائي بعد تحسين. الحين في سؤال فيزيائي راح يجيك. ما بحب الفيزياء. قبل السؤال الفيزيائي اول شيء اوكي، قبل الفيزيك هذا انزين، شفتي كرة الجولف؟ بروج حجم الكرة هذه شوف الفرق الحجم، كرة الطائرة والجولف، شفت الفرق؟ Yes. طيب تحسينها طرية ولا يابسة؟ يابسة صح، نفس السيراميك. السؤال هنا دلوقتي سؤال فيزيائي، شفت الحفر التجويفات؟ ايش فائدتهم؟ هلا حقلك شيء من عندي، يعني بدي افتي ما بعرف، بس بحس شغله بحس انه يمكن هيدي التجويفات بتساعد انه تسيطر. ناطرتك شيء اهم سؤال، لحظة بنعيدها مرة ثانية لأن الظاهر الإنترنت عندها
وانا حبيبتي فرح مرة ثانية سوي لها ريكوست. ما سمعنا الإجابة. يمكن عشان الإنترنت. الهوى. ما سمعنا الإجابة، عيديها. صح؟ أيوة. هلا هلا بجد. برافو عليك، برافو عليكي فرح. دي شكلك لعبتي جولف. ولا بحياتي. شكلك لعبتي جولف. الإجابة لا صح، مرة. عشان أقول لكم الكرة لو كانت صح. لا بس فنانة والله، إجابتك يعني قريبة كثير وصح. لا يا فرح لا تروحين. لنفترض إذا الكرة مثلا، إحنا نطير مسافات 200 متر 100 متر، إذا الكرة مثلا، إذا الكرة ملسة الهواء راح يحركها يمين يسار، لكن إذا في تجويفات راح يكون بيعكس كل اتجاهات الهواء بتروح لمسارها. فأنت برافو عليك والله. ثانك يو. والله من عندي يعني، انا ما لعبت جولف ابدا، بس هيك لا بحس. إن شاء الله، إن شاء الله بس الأزمة الكورونا تعدي وراح إن شاء الله نعزمك على الجولف وخش تجربين الجولف. طيب يا ريت. اكيد شره. بما ان احنا قلنا مثلا الجولف والفاشن كثير موضه، تعرفي فرح ان ما بن... يعني احنا مثلا ما عندنا يونيفورم في اللبس، يعني ممكن اصمم لي لبس الجولف بهالستايل وعلى بنطلوني في البطولات يعني بالذات. تخيل ما عندنا احد يقيم لنا على اللبس، نفس مثلا نقول كرة سلة او القدم، الالعاب الجمعية هذه يكون لهم لبس يونيفورم واحد، احنا لا. تخيلي انا احس الصعوبه يعني ليله قبل اروح التدريب ثاني يوم ليلتها اكون مجهزه ملابسي، الحزام يكون طقم مع البنطلون واللون تاتش مع هذا، حتى الكاب الجلوفز عندنا الوان واشكال، الشوز اكرم عليك يعني مش كان ما جبت الشوز مالي كنت الحزبان هنا، الشوز اكرم عليك يعني كلاسيك الوان وكلها يعني تاتشات تحسينها سبورت بس على كلاسيك كثير. ف بس هذا الشيء حلو. كثير كثير حلو. والاحلى حق البنات يعني مثلا، يعني احنا قلنا كستايل لكن كجسديا تعرف شو بيعمل حق البنات؟ السوينجات اللي احنا بنعملها هذه، اللفه اللي من فوق لتحت السريعه، انت حتى لو تجربينها بايدك بس وهيك شوف اللفه هذا، بنحط لك الخصر يعطيك شيب نحت بلس، ان تخيلي مع هالوضعيه حركت لك حول اكثر من 200 عضله واو. ايش ما كان نوع السوينج. والله لازم ما امزح يعني، أنا انا حزات ما استفزت. احتاج اعمل حتى تمارين بطن، يا ما احتاج اعمل صراحة تمارين بطن لانه ما شاء الله يعمل لي ما اكزاكتلي شاء الله. بلس. نفس ما قلنا احنا الملاعب الجولف 18 الملعب، الملعب الواحد طوله اكبر من كرة القدم، يعني طوله على بعضه 7 كيلو متر يا فرح. تخيلي كم ساعة نمشي في البطولة كلها عشان نخلصها؟ حول 5 ساعات، واو. والبطولة مدتها 4 أيام، كل يوم نمشي 5 ساعات، فيعني تحسينها ما شاء كارديو الله. هيلثي. بما انت بعد قلت ان سيكولوجي تحبين سوالف في الانرجي، والله يا فرح او يا متابعينا تخيلوا ان المكان خضار، بالذات مجتمعاتنا الخليجية يعني تعرفين المجتمع يعني يعني مش كثار نفس اوروبا او دول بعض الدول العربية فيها خضار وهيك، تحسين كأنه جوج اوروبي، صوت العصافير، الاكسجين والله حق البشره حق النفس. بتعرف انه كمان باول نظر من اسباب الجولف كيف؟ انا بدي اقول لك شيء. نحن قولي لي. بكالتشر شو ما بنتعود بيضل براسنا راسخ، من يعني من الجد للجد للولد للولد. يعني نحن خلقنا بنعرف انه لعبه الجولف كانت من زمان بس لكاتيجوري معينه، هي هاي كلاس. يعني كانت هيدي اللعبه كلاس، يعني مش كيف نحن بنلبس هلا براند ديور. هيدي اللعبة هن بيلبسوا، هن بيلعبوها، نحن ما فينا كنا يعني الشعب العادي ما في الأمراء ولا صحيح. كثير هاي هاي كلاس. فهيدا التاتش كمل مع الجولف. يعني هلا بتطلع بالجولف، مع اني انا ما بعرف الجولف بس بعرف انه اتس كلاسي،
it's something luxurious, it's شيء حلو يعني شيء مش مين مكان، مش مين مكان بيلعب جولف، مش مين مكان بيفوت على هذا الكارير. اذا بتلاحظي انت ياسمين ما في كثير عندنا بالوطن العربي ناس انتو جولف، بتحسي انه بس هيدا اللي ما عنده شيء، تو بي اونست ما عنده شيء بالحياه ومعه كثير مصاري، هيك نحن عقلياتنا، هو بيروح بعد الظهر بيلعب جولف، ما لنا رياضه لكل العالم. فانا حابه اعرف انت كيف اخترتي هيدا الشيء انه تروحي على الجولف. صح، راح اجاوب على سؤال، بس خليني بس اعدل المعلومه تبعك. اول شيء معلومتي تصح، ان هي لعبه الملوك والاثرياء والاغنياء، وما زالت لاسباب تاريخيا بدت مع الملوك، وبدت في اسكتلندا، وكان كل الامراء وهالامور. حاليا نعتبرها ايضا هي لعبه الاثرياء والاغنياء، لان شوفي نادي الجولف كاي اشخاص العضويه جدا مكلفه، الادوات مصنوعه من التيتانيوم مكلفه، انت قلت المساحه الكبيره هذه اي شخص بيستثمر فيها محتاج تكلفة كثيرة على أساس إن تخيلي يعني تمثل محل هالكبر كيف إيجار، ما بقتش مساحات الأراضي الكبيرة. ودائما ملاعب الجولف في الأماكن الراقية، ما تكون في أي مكان. إن شاء الله لو رحتي أي دولة، حتى لو رحت الهند، لو رحتي حتى يعني مثلا في الدوحة، إحنا أرقى منطقة عندنا الخليج الغربي ومن أغلى المناطق، وموجود فيها نادي الجولف الفترة هذه. انا بزعل على هيدي الانفورميشن، بتعرفي ليه؟ بس بقول شنو الشيء الحلو، كثير حلوه بس محتكره لقسم معين، وانا بحب انه مش كل الناس بتعرفها. صحيح. للاسف ما عشان هلا هيك عملوا البابليك جولف، واو، لاي مستوى يقدر يلعب، عرفتي؟ حلو. في الجولف لنفس الريزورت وكانه منتجع، هذا برايفت يسمونه ومكلف. في البابليك في كل مكان راح تلقينا، مثلا حتى في امريكا اشتفى عندهم بابليك، تلقين وايد رياضيين حق كل المستويات، فهم مسوين حق النعم. حتى شوفي ترامب، ترامب من محبي الجولف. وفي معلومه ثانيه بس، ان لما قلت ان الاغنياء او الرجال الاعمال انه بس انه فاضي يلعب، على فكره رجال الاعمال عند الوقت اغلى يعني محسوبه عليه، ما يحب يضيعها في اي شيء. فالجولف على فكره تستوي صفقات كثيره ما تتخيلينها. ليش؟ الحين يتعرف مع هالشخص خلال 4 ساعات، انا ممكن اتعرف على شخصيتك لما العب معك، راح تبينيني كيف شخصيتك، هاديه عصبيه، لان في اللعب تبين كل الاموشن، وفي 4 ساعات ما راح تمثلي لي. فسبحان الله، هم بيقعدوا مع بعض يقصوا شخصيات بعض وتنتهي الصفقات وفي نفس الوقت. فانت لاحظت الصراحه اكزاكتلي. في ناس انا ما لهم من معلوماتهم هيك، حتى لما بيقولوا مثلا الجولف حق الناس الكبار في العمر، اللي لعبه الكبار السن، صح وصح كلامهم، بس بقول لك ليش؟ هذول الكبار في السن بدهم منهم صغار، فهي لعبه معمره. شفتي كيف؟ لعبه جدا صحيه، ان شاء الله لما تلعبينها بتفهمينها. فزين ذكرت هالمعلومات ووضحناها. انا مثلا ما مره لعبي جولف ياسمين، انت بحكم خبرتك انت اكسبرت بروفيشنال اسم الله عليك. اخي درست اذا فيه. انا هلا هاي وجود عشان اصحح لك المعلومات. اذا انا هلا بدي تحكي على سالفه، هلا بدي تبشي الموجود في كل نادي جولف في اكاديميه. وانا ان شاء الله انا حابه ابلش تبتدين معي اول مره، بس اعرفك على الجولف وحببت. وهناك في كل نادي في اكاديميه وصالحه كل الاعمار. اكزاكتلي السيفتي. وسؤالك الاخير يوم سالتيني كيف دخلت الجولف، راح تضحكي بالصدفه والله، لا اهلي ولا حد يلعب الجولف. شلون؟ لما كان عمري 11 سنه، انا والدتي مصريه وابوي قطري الله يرحمه، فكنا كثير نروح مصر كسياحه وهيك. فاصدقاء والدي الله يرحمه عزمونا على نادي الجولف، على غدا احدى نوادي الجولف في القاهره. اي نادي جولف في العالم، كانه ريزورت منتجع ما تتخيلينه. طبعا اول مره اروحه ولا تشوف خضار وناس تلعب ودنيا، وانا من يوم لين يومك اي شيء ابى اجربه فيني يعني طبع هاي.
بس يقول يما بليز ابي اجرب هاللي قاعد يسوونه هون يعني انترستنج يعني عارفه وبس وجربتها ومشت معاي وهلا بس هلا هي وصلت هيك بتاعتي حلوة حلوة الصراحة، يعني ليك بتعرفي عم تاخدي positive energy بشغلك، يعني انت شغلك هو نفسه positive، عم يعني هو income لإلك مادة وهو income لإلك معنوي، يعني بتاخدي positive energy عم بتحافظي على جسمك بنفس الوقت. بس شو صح. قصة هيدي دبدوب؟ ما ما قلتي انا هاي قلت لك هذا الدبدوب موجود فيك عند كل لاعب جولف محترف هاوي تلقينا حق هالمضرب يحط لهم شخصيات دبدوب واو والدباديب طيب اشكال انت البي اي والوان بي وانت يعني مسافرة في ها بس للبي اي بي والدباديب حق البي اي بي اي اي وانت ممكن تختاري دبدوب باربي او اي شخصية بتحبيها اي ستايل فش exactly كنت يعني select any character you want يعني ديزني تعرفي whatever يعني ياسمين انت عم تحكي عن قوليلي الرياضة، انا بالنسبة لي بعد ما شرحتي لي منا بس رياضة، شيء كتير ديب، يعني exactly بتشتغل على psychological things، حتى الثياب عم بتقولي لي انه بيعطيكم مجال تختاروا الثياب اللي بدكم اياها، تعبروا عن شخصيتكم، انه هول التفاصيل الصغيرة بيأثروا. I like صح you like it ويعني والحلو تتعرفين على شخصيات كل حبيت يوم ألعب مع مجموعة جديدة غير إيه وأنتي طبعك هادي فهناك هدوء اتيكيت يا فرح very اتيكيت يعني حتى بتسلمي هيك ماي جاد هدوء بدي افتح على الجولف هلا. ايه بدك شيء؟ هلا أنا أشجعك تروحين بس مع الصيف ما أنصحك راح تنشوي خلي على انشوي سبتمبر إن شاء الله مع أزمة الكورونا go ahead عندكم ان شاء الله ولين جيتي او جيت عندكم ان شاء الله راح اكيد راح ازمك على الجولف يا رب قبل نتجح ان شاء الله يا رب الحين مع سالفة الكورونا فرح كيف تقضي يومك؟ فل يومي كيف فل شو بتعملي؟ من شو البيت. بتعملي؟ أنا بشتغل مصممة أزياء وبشتغل مهندسة ديكور، بوع الصبح الساعة 7 بعمل رياضتي، بعمل السكين كير تبعي، الساعة 9 بفتح اللابتوب بشتغل أوفيس وورك كمهندسة ديكور من البيت. ما شاء الله بيخلص دوامي تقريبا على الساعة 4، على الساعة 5 بفتح زوم كول مع التيم تبع الوركشوب بدبي وبشوف شو عم بيعملوا بالبرودكشن وبالتياب. المساء بيكون في عندي لايف على السوشيال ميديا، بخلق محتوى خاص، مثلا يوم عن الميك اب، يوم عن الستايلينج، اوقات بيكون لايف على الانستغرام، اوقات بيكون لايف على التيك توك. مثلا اليوم طلعت على التيك توك عملت لايف ميك اب، رجعت طلعت معك هلا، رح سكر معك راجعة رايحة على التيك توك عندي لايف عن إن شاء التياب. الله يعطيك ف العافية نهاري ببلش وبيخلص فل إن كل شاء يوم الله شيء، بلس انه عم بدرس اونلاين بجامعة هارفارد، فاكيد بخصص اوقات، مثلا اليوم اللي بيكون في عندي درس مثلا ما بطلع كتير على اللايف، بكون عم بدرس. يوم اللي بيكون في عندي مثلا طبيخ which is مرة بالاسبوع يعني بنطبخ مرة عاملين بطبخ عشان في الديكور البيت انا ما شاء الله عليك فهيك وعلى يعني الساعة كم هي بتنامي؟ الفكرة. أوقات وحدة وحدة، أوقات 12 حسب يعني كيف وقتي، وإذا كان عندي مثلا سهرة بالليل بجرب نام بعد الظهر ساعة لريح جسمي. بس الفكرة ياسمين إنه أنا دايما بطلع على السوشيال ميديا من لما قعدنا بالوقت بالبيت، بقول لهم بالبيت صبايا اعملوا رياضة، اعملوا يوجا، كمان مسجلة بيوجا أنا يوجا أونلاين، يوم بعد يوم بعمل يوجا، درسوا بيرفكت اعملوا ميك اب، ما بتعرف تعمل ميك اب تعلمي، اعملوا اي شيء، استغلوا انه انتم قاعدين بالبيت، تعملوا الشغلات يلي بس لما ترجع الامور نورمال ما رح تلحقوا تعملوها. وانا I'm so grateful ياسمين هاي قعده البيت، انا مبسوطه لاني عم بعمل ما شغلات شاء ما الله كنت قادره اعملها كلها at the same time، فهلا انا عم نظم اموري. فكل يوم عندي دفتر، هلا مش موجود، كل يوم قبل ما انام بكتب سكادجول بكره، بعمل سكادجول انه بكره ما حيقطع كيف ما كان، بدي استفيد منه هيك ما كل شاء الله يوم. عليك لا ما شاء الله والله ألهمتيني أعطيتيني شوي اني والله بقلدك يعني ما شاء الله تقومين 7 الصبح برافو عليكي والله برافو على هالجدول قاعد تسوينه زين فرح خلينا نسأل متابعينا هم أكيد ما شاء الله من متهم قاعد يكتبوا لنا يسألوننا فايش حابين بتقول هاي تسألوننا؟ لنا
يا هلا والله. يلا الحين نلعب ملعبكم. يلا اسألوا الأخت فرح، شو المعلومات اللي حابين تعرفون بعد؟ أنا لأني كنت مركزة في أمور. شوفي هيدا مثلا كنت أيوة عم بعمله اليوم، كتير حلو. هيدا بيصير هيك على الالستريتر، بشتغل الالستريتر على الكمبيوتر، بيصير هيك أيوة برسم حالي انا. ما شاء الله. أشيكم كيف اتش واضح، هيدا الالستريتر أيوة الملون واضح، الملون واضح، واضح عندي. بس حبيت الألوان ما شاء الله. هيدا فرح، في ايه شو هاجر تسألك مين أكثر حد شجعك على الفاشن؟ طبعا انت جاوبتي النساء، بس انت جاوبيها بعد. الوالدة. هاي شوشو، أول شي كيفك؟ ماما الوالدة الله يخلي لي اياها، هي أكتر شي شجعتني على، لأنه أنا كنت فوت شوف هي كيف تلبس، ماما كتير حلوة ما شاء الله عليها، بتبين أختي، فكان هي تلهمني بشكلها، كيف تحط ميك اب، كيف تلبس، فهي شجعتني أكتر شي. حلو الله يخليها لك. والله في بتشكك آمين. الأسئلة اللي فوق، أنا كنت شايفة أسئلة. يلا اسألوا يا جماعة شو الأسئلة اللي حابين تسألونها. بس لا والله ما شاء الله عليكي، ما شاء الله في يوم تحضري جولف. ان صدقيني شاء بعض الله الملابس اللي انت صممتيه شفتي عندك راح تلبسينها في الجولف معانا، راح تعجبك. ان شاء الله. انا عندي سوتس باي ذا واي، ايوه ترج الجولف، عندي حلو بدلات. يسألنا بدر كيف تعرفنا على بعض. صراحة أنا دخلت على حساب فرح وسألتها وما شاء الله عليها جدا، يعني تجاوبت بسرعة وجدا راقية، وهيك بدينا يعني. وإن شاء الله تكون معرفة حبيبي طيبة ما بيننا إن شاء الله يا رب. اكيد انا تشرفت فيكي بالعكس، وهيدا اللايف انا استمتعت فيه، لانه حسيت لا، لكن انا مع كل شيء عملته بحياتي، من هندسه ديكور، تصميم ازياء، الميك اب، كل شيء، وكل شيء درسته، الجولف عن جد عالم تاني، فهلا شجعتيني انه لا I need to do this my researches my homework عن الجولف وفوت فيها، حبيتها. ان شاء الله ان شاء الله. والله كثير راح تحبي، بس لازم تجربينا وبعدين قولي رايك. في ناس عم يسألوا انا هجاوي ناتشرال او بلاستيك سيرجري، بدي اخبركم انه انا ماني عامله ولا عمليه تجميل ابدا ابدا ان ابدا، شاء الحمد الله لله، بس ما بلوم الناس ما تصدق، لانه صارش ما شاء الله هلا ان شاء الله. الكل بيشبه بعضه، بس انا ماني عامله شيء حتى، يعني شوفوا منخاري عندي هون عظمه صغيره ما بعملها، ماني عامله شيء، شفافي طبيعيين، يعني لما كنت صغيره شفافي كبار، فلا اتس ناتشرال الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. وانا الحمد لله. كمان مش هيدا شعري انا هيك اسناني تنشف. بس اللي سويت النهاية. ما شاء الله شفت ما شاء الله شعرك وستايلك الله يحفظك. حاولي تري على نفسك، في واحد يقول ثانك في يو واحدة احلى من حبيبتي، الثانية. طيب ثانك يو. ثانك يو، اسمع حجاوي كلكم ذوق كلكم ذوق. بعد، يلا شو حابين تعرفون عن الازياء ولا عن فرح؟ ها قولي، أو عن لا الرياضة. بقول انا صار لي متزوجه، انا صار لي 5 سنين ما شاء الله مالي. ما شاء الله ما يبان عليك والله. راحت يا عليك خلاص. راحت على الكل حبيبي. عمري بتحسي كيف بعد باي ذا واي الزواج بدي اقول تحسي؟ لك انه جوزي بارت كتير اساسي من حياتي، جوزي الله يخليكم. هيز ماي بيست فريند، بس هو كتير لعب دور بانه انا اكون اوصل لهالمرحله بالسوشيال ميديا، يصير عندي متابعين وروح واجي وكبر البزنس تبعي بدبي وامن فيه، ف يعني لا هو له دور كتير اساس صراحه يعني. الله يخليكم بعد. في ثانك يو يارو حبيبي. بيقول فروحة ولك جمالك ما شاء الله جد، ربي يحميكي. الله يخليكم ثانك يو. بستحي انا من الغزل. أحلى شيء الكلام الحلو. على فكرة لما كنت بتعمل لي بوست في الستوري حبيت سالفة الميوزك اللي حطيتها، ميوزك الهادي الكلاسيك. والله أنا جايبة معاي ترى، بس قلت يا ربي متى بحط متى. رح سمعك هيدي الميوزك، وبدي اقول لكل متابعينا هلا، انا دخلوا متابعيني على الخط شكلهم هلا بلشوا يتابعوا،
هاي لكل الفولورز لإلي يلي هلا صار معنا. انا مع ياسمين، هي قطع الكلام. هلا لحظة. مال هاي فرح، ما سمعنا ولا اشي، ما سمعت ولا اشي. انا ايم باك. بدي اقول لكل متابعيني، في منهم هلا بلشوا يحضروا اللايف. اول شيء اهلا وسهلا فيكم. ياسمين لعبه جولف وحدا كثير انسبايرنج، يا ريت سمعتوا شو حكيت من قبل عن الجولف. هلا اذا فيكي ياسمين تو هايلايت ترجعي تعيدي لهم. بس بدي اقول هاي لاختي كمان فوفو عم تحضرني. عهود معلومات عن الجولف. يا انه حبيت انا اللي كنتي عم تحكي عن الجولف، انه هو شيء كثير ديب واساسي، بس تو هايلايت لانه انا هلا متابعيني دخلوا على اللايف. اوكي. طبعا معكم ياسمين، لاعبة جولف منتخب مش مدربة. ترى قلتي لي مدربة من فترة، تدرين؟ انا لاعبة جولف مش مدربة. قلت ليها وعقب اقول لها في المنتخب الوطني. اكزاكتلي. بما ان فرح ما شاء الله هي فاشن، فكنت اقول لها رياضه الجولف والفاشن كثير مع بعض، لان مهم الرياضات اللي ما لها يونيفورم وكثير فيها ستايل وهالامور. حتى اعطتها بعض المعلومات عن سالفه عن الجولف، بديتها بالادوات. بعيدك الاسئله سريع وجاوبيني اذا تتذكرين ان شاء الله. يعني مثلا قلنا هذا الدبدوب من مضارب الجولف، ان كل لاعب جولف عنده مضرب. اكزاكتلي. كل لاعب عنده ستايل دبدوب، ويعني بيلقاه في اي مكان ويختار الشخصيه اللي يحبها. عجبتني هالشخصيه. مضارب الجولف اشكال واحجام، كل يعني تحسون في كذا مضرب جولف. كم عدد مضارب الجولف يا فرح اذا بتتذكري؟ 14. برافو عليك، 14 مضرب جولف. شو السبب ليش 14 مضرب جولف؟ ليش ما كان عندنا مضرب واحد؟ حسب المسافة. صح، لأن الجولف ملاعب كبيرة. الملعب الواحد أكبر ملعب كرة القدم، اللي له بداية ونهايتها العلم، فنحتاج على كل مسافة مضرب. سألت بعد الله يسلمك الكورة. وما شاء الله فرح طلعت معلوماتها كثير كثير، معلومات حلوة عن الجولف، تجاوب بشكل فيزيائي. احنا كنا نقولها كرة الجولف وهذه الكورة، شفتوا كبر الحجم كيف؟ بس بتعرف ان هذه بتأذي اكثر من هذه. هذه لو طلعت على احد راح تكسر، ان ملمسها نفس السيراميك. كور الجولف ترى بقى لنا دقيقة ونص راح تقفل. كور الجولف محفرة لأنها أساس إنسيابية بشكل عام. رياضة الجولف رياضة حلوة ممتعة. فرح إن شاء الله راح تنورنا إن شاء الله قريب، أو مستقبل إن شاء الله قريب راح نشوفها هي تلعب الجولف بالستايل الفاشن مالها. راح تلبسين بالفاشن مالك يا فرح. ان شاء الله حد صار شديد واللي عجبنا اكثر، حطيت الشغله بنفسي. صح، واللي عجبني اكثر في فرح انها مهتمه ما شاء الله بالرياضه، يعني تقوم الصبح تتمرن، تمارس يوغا which is amazing. يعني يا جماعه مارسوا رياضه، تحركوا حتى لو مشي جري، تحركوا على كيفكم. صح. هلا باقي خلاص بس تعرفي ثواني قبل الفاشن انا بس بدي اقول لكل الفولورز اللي عندك واللي عندي، قبل الفاشن وقبل الجولف وقبل الرياضه قبل اي شيء لازم الواحد يكون في عنده انر بيس